المدرب محتاج انه يشوف جزء من خطه الفريق، يعني طريقه لعب تركيا، والفريق العسكري التركي بالذات بيضم عدد كبير من المنتخب القومي، فحب يشوف مباراه الفريق القومي. الفيديو كاسيت تلفزيون عمل فيديو كاسيت، خلى المدرب شاف جزء من مباريات تركيا، استفاد بعض الشيء عن طريقه تكتيك لعب الاتراك، فطبعا افاد. مش بس كره القدم والله، بس برضك احنا شايفين مع بعض الاجوان. مش عاوز اقطع الناس، الاجوان ان حقيقي كانوا تمام يقولوا الكوره جوان، وانا برضك مش عارف يعني مش بقيتش الكلمه دي قوي. ايوه هو جون شكله حلو جدا، هو داخل في المرمى وبالزاويه المختلفه وبتاع ده، لكن برضك اللعب الحلو برضك بيبقى يعني بيخلي الناس، لان الكوره ماتش اكبر ماتش يبقى فيه اهداف، يعني 5 6 10 مثلا، و10 وحش قوي، لكن ما كانش اللعب نفسه شكله، الافراد كلها بتنقل اللعب بشكل جماعي لطيف وبتنقل باللياقه البدنيه المرتفعه واللياقه الفنيه المرتفعه، هيبقى منظر المباراه. فبجانب الاهداف ما كانش فعلا في لياقه بدنيه ولياقه فنيه مرتفعه وتخلي منظر الملعب وسط الملعب والهجوم والدفاع والجول والحاجات دي كلها منظره كويس. فانا بقول مش لجوان بس لوحديها تكفي، هي جوان احلى ما فيها. طيب انا عايز اسال، هل الفيديو يصلح للحكم القاطع اذا كان في هناك خطا ولا لا؟ هو لغايه دلوقتي يمكن يعتبر الاتحاد الدولي سند يعني فيفا لغايه دلوقتي ما اعترفش بالحته دي، لان هو في مشكله. وانا بقول المشكله الوحيده بتبقى مش في كل الاخطاء، لكن بتبقى في التسلل. المشكله دي مشكله يعني من اخطر المشاكل اللي بتقابل الحكام. ليه؟ لان التسلل المفروض ان حامل الرايه، حامل الرايه الاثنين لازم يكون واحد منهم واقف مع اخر واحد من خط الدفاع وبيتحرك معاه، بالطريقه دي بيقدر يكشف اي واحد من الهجوم المقابل ان يكون. لو انا حطينا كاميرا عشان تظبط ده بالظبط، لازم تكون مع حامل الرايه ده ورايحه جايه بقى معاه عشان تقدر تظبط. لان لو خدتها بزاويه تانية مختلفه هيبقى ممكن واحد خارج الكتر يكون مغطي لاعب من اللاعبين ومش واضح، فتصور الناس ان ده اوفسايد او مش اوفسايد. لكن ضربات الجزاء الفاولات العاديه التلفزيون ممكن يكشفها تبقى واضحه جدا، لكن هي المشكله كانت الوحيده واللي هي فعلا الحكام بتعاني منها اللي هي التسلل، ودي طبعا يعني ملهاش حل ابدا. فانا بقول ان التلفزيون ما يقدرش يحكم على تسلل الحكم 100%، ولذلك في اهداف كتير بنشوفها ساعات تسجل وتبقى الناس مش عارفه، يعني تصور يقول لك لا ده كان اوفسايد، احنا شفنا منصور مفتاح او مش عارف مين جاسم او فلان او فلان انه اوفسايد. لا، يمكن هو ساعد، لانه ساعد خروج الكوره كان مغطى، بعدين لما راح اتنقلنا على الكاميرا الثانيه بان منصور بن مفتاح لوحده منفرد، فالناس تصورها ان ده يعني اوفسايد، وده طبعا اخطاء. لكن ما نقدرش نحكم طبعا الا على الحاجات اللي هي الحاجات اللي تبقى في وسط الملعب واضحه. يعني الحقيقه ما كانتش كره القدم بس، احنا عاوزين نشوف مع بعض في حاجات تانية غير كره القدم. التلفزيون ورهنا بشكل كويس جدا والناس استفادت منها قوي. هي كرة القدم طبعا من الأصل هي لعبة شعبية. لعبة شعبية محدش يقدر يتكلم. هل هو زاد في شعبيتها ولا لا؟ زايد القاعدة فعلا الجماهيرية اللي بتشوف، زي ما قلت لحضرتك دلوقتي بدل ما كان الابن بس بيروح يتفرج على المباراة، أصبح الوقت أو بيسمعها الوقت أصبح الجد والأب والكل. دي في حفل ختام موسكو، وحقيقي كان من الحاجات الكويسة قوي. ويمكن دي منظر الدب اللي هو بيمثل روسيا وبيبكي على الوداع، يعني كان منظر لو حد خد فيه من أجمل ما يمكن. كان من الحاجات الكويسه جدا ومعمول فن جدا حقيقي. يعني على فكره الحاجات دي كانت موجوده الاول كتير، وكوريا والدول دي كانت بتعمل اللوحات الخلفيه بشكل كويس. يعني ممكن انا في مره فتره من فترات شفت عمليه مثلا كانت كوريا عامله زي كوريا او الصين عامله في لوحات خلفيه بقره بتحلب من اللبن بلوحات خلفيه. لكن برضك شفت التلفزيون ناس كتير ما شافتش ده، لكن شافت حفل ختام موسكو، حفل افتتاح مونتريال، حفل كرة القدم، بطولة كأس العالم. يعني ده كانت برضه جميلة ورائعة، ولكن محدش شعر بيها. التلفزيون محدش حس بيها أبدا. كنت أتملي طبعا، كنت أتملي أقول لهم باستمرار لأي اتحادات إن حقيقي إن جهاز التلفزيون، وإحنا مثلا وإحنا في بنجلاديش وإحنا في تايلاند وإحنا ما كانش ده بيطلع الهواء مباشرة. مهما قالت الصحافة، مهما اتكلمت، لا يمكن غير لما يشوفها المشاهد ويشوف إن مثلا إحنا في ماتش من مباريات قطر وبنجلاديش، واحنا في بنجلاديش 80,000 متفرج بيتفرجوا على المباراه بين قطر وبنجلاديش. لو كتبنا في الصحافه مهما كتبنا غير ما يسمع صوت زئير لاعب، مجرد ما تيجي في رجله الكوره نسمع ال 80,000 بيشجعوا بطريقه غريبه، مش بيشجعوا اللعبه بس، مجرد ما لاعب بنغالي تيجي في رجله الكوره نلاقي ال 80,000 دول بيهيصوا في وقت واحد على طول.
فبرضك ده باين للناس هنا مستوى فريق الشباب عندنا وصل لازاي. وقاسى دي منظر الضب وبيودع دورة موسكو كان من ضمن الحاجات الكويسه جدا قدمته الدورات، مش بس كانت موسكو، مونتريال كان فيها حفل اختيار كويس جدا عشان الناس برضك يعني ما تملش بس الالعاب وخلاص. بس وحتى يمكن في ناس ما بتهتمش بالرياضه ممكن تهتم بالفن اللي بيقدم قبلها. والله برضك عشان مش هبقى متحيز قوي، الناس بتهتم برياضات تانية من التلفزيون. ما كناش ولا حد كان يقدر هيفكر انه يروح يتفرج على مدمار العاب قوه خالص، وما حدش كان هيروح يتفرج على جمهور. يعني احنا حتى بالذات كدول عربيه عندنا كانت كوره واخده جزء كبير قوي من وقتنا، فما كانش الالعاب الاخرى. لكن التلفزيون دخل الالعاب، دخل حي، ونشوف الوقت هنشوف ازاي دخلت العاب ما كانش حتى حد يفكر انه هيشوفها، او ملاعب انه يشوفها، او ولا مدمار ولا ميدان ولا حاجات من دي ابدا هيتصور ان هو هيقدر يشوفها. بس ده في العاب يمكن كان الواحد يعني حتى لو جه خبر بسيط كده ما كانش يحب يقراه خالص، لكن بالتلفزيون، ومش التلفزيون لوحده كما احنا شايفين على الشاشه، ده التلفزيون ونفس اللاعب محمد علي كلاي بطل المسلم. محمد علي عشان هو ما بيحبش كلمه كلاي بعد ما اسلم، محمد علي ده احنا جينا فتره من فترات الناس بتنقل مباراتها الهواء، التلفزيون، تلفزيونات يعني معظم تلفزيونات العالم بتنقل مباراتها الهواء الساعه 5 صباحا، والناس بتقعد عشان تتفرج على بطولة العالم للملاكمة لوزن ثقيل المحترفين. ما حدش كان يقعد ابدا يتفرج على ناس عمالة، يعني انا بعتبرها من الرياضات العنيفة اللي انا يعني يمكن، لكن محمد علي كلاي والتلفزيون ساهم في ان الناس تحب هذه الرياضة وابتدى نعرف، رغم ان كان في ابطال قبل كده في الثلاثينات يمكن اقوى من محمد شوية، او لكن ما ظهروش الظهور اللي ظهروا محمد علي كلاي، لان خدمه ان هو ظهر في فترة في الستينات اللي هو ظهر فيها التلفزيون وكان فيها محمد علي كلاي قمة. وطبعا كله استرد عرش البطولة 3 مرات، وطبعا أخفق في المرة الرابعة، لكن استرداده لعرش البطولة 3 مرات كان إنجاز كبير جدا حقيقي، وده برضك التلفزيون ساهم في شعبية محمد علي كلاي واللعبة. حقيقي بقت اللعبة من الألعاب اللي الناس الوقت ابتدت في مباراة لمحمد علي كلاي بقى الناس تسهر حواليها تستناها وتقعد تتفرج عليها وتضيع في ساعة حوالي 70-80 دقيقة لو استمرت المباراة من 15 جولة، وتقعد تتفرج على المباراة وبرضك متحمسة، ويمكن واحد بيديه بيشتغل بيديه والتاني يعني برضك فيها يعني قاعد متحمس مع المباراة. في يمكن ألعاب أخرى عندنا برضك، أنا حقيقي كنا عاوزين نوري الناس أكبر كمية من الألعاب عشان ما نبقاش يعني متحيزين للتلفزيون، يعني هنجيب لهم بالصورة ان اللي فعلا التلفزيون ليه دور كبير، وانا بجمع بين حاجتين بان انا يعني اصلا مخرج وبرضك اصلا رياضي، فالاتنين مش متحيز، بقول فعلا احنا كرياضيين استفدنا، وفعلا هذا يمكن برج بطل العالم في التنس والتلفزيون بين المباريات ويمبلدون بطولة العالم وبطولة ويمبلدون اللي شغالة دلوقتي. طبعا كان مفيش حد كتير قوي بيعرف حاجة كتير عن التنس. التنس حاجة رياضة القلة كده، يعني بيعتبروها من رياضة الناس الارستقراطيين شوية، لكن اصبحت دلوقتي بيكون في مين ما بيعرفش برضه دلوقتي، مفيش وزميله. طبعا حاجات ممكن التلفزيون ساهم فيها جدا، واحنا في ويمبلدون يمكن التلفزيون ينهي المباريات النهائية قريبا هي مقامه الوقت في فيلم 3 ساعات بيقعد التلفزيون بين المباراه في التنس، دي حاجه يعني انجاز كان صعب قوي ان احنا يعني نشوف نتحيز. احنا شاكرين جدا للاستاذ فتحي ابو زيد معد ومخرج البرامج الرياضيه في التلفزيون، ونرجو انه نكون اعطينا فكره عن علاقه التلفزيون بالرياضه. شكرا جزيلا.